بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. النهارده هنصور المكان بالظبط وهصوره كمان المكان بتاع الناس بتوع الجمبري اللي هو بعد الكوبري على طول. خليكم معانا امسك حساب. يعني اول ما تنزلوا من الكوبري على طول هتلاقي الناس بتوع الجمبري بيبقوا واقفين على ايدك اليمين، بيبقوا 3 4 وعم بيصطادوا، الناس كلها بيبقوا واقفين. تمام، دول بتوع الجمبري. ها وصلت بقى المكان اللي احنا بنروحه بتاع الشغل الاخضر بتاع امبارح. تمام، ده اول ملف شايفينه بتاع الحلقه الاماراتي. سيبك منه، لسه في كمان ملفات كده خليك معايا برضه. بص يا جدعان، احنا عندنا اول ملف اهو، لسه في تاني ملف وتالت ملف، هنبدا نصفي وبعد كده هنكمل. ها يا جدعان، اللي هم بتوع الفلايك دول اللي هم بتوع الجمبري برضه بيعملوا يضربوا معاهم، دول بتوع الجمبري اللي هم بتوع الفلايك. ها خليكم معانا، ايه في الاسامي؟ لسه على الملف اهو 300 متر، ده الملف الثاني. ها الملف الثاني دوت سيبكم منه برضه، هنكمل قدام. ها ده العربية اللي عندي ده. ده الملف الثاني، ده الملف الثاني. خش منه؟ لا اكمل. ها كمل على طول، كمل لسه قدام شويه كمان. الملف الثاني بقى هنلف منه. بص يا جدعان، انتوا بتكملوا على طول الملف اللي هو بيدخلك على الدائري ده، مالكوش دعوه بيه، بتكمل على طول، مالكوش دعوه بالملف اللي هو بيودي على الدائري. الملف ده مالوش دعوه بينا، مالوش دعوه بالوصل، ده اكنك مسافر بالظبط، انت بتمشي بتكمل على طول، مالكش دعوه بالملف بتاع دمياط اللي هو الدولي الساحلي، مالكش دعوه بيه، انت بتكمل على طول. تمام، على ايدك اليمين اللي هو كمين اهو. تمام، بتكمل برضه مالكش دعوه الوصل. ايه
زي الراس الرابع عند بتاع برج الحمام، فاكرينه؟ فهنكمل كده وربنا يسهل. ما تلفوش من عند الطريق بتاع دمياط، في طريق في ملف الدولي الدائري مالكوش دعوه بيه، كمل على طول اكنك مسافر. خليكم معانا. بصوا يا شباب، في هنا بحيره اهي، البحيره دي برضو شغاله بس شبرها يعني مش قد كده، بس فيها شبرها حلوه يعني، شبرها خضراء. الشبره البيضاء هزيله شويه او هزيله، تمام؟ ده مصر برضو يعني كويس، بس الشباره بتاعته هزيله. انا اعرفه كده كده كم مصر كده واحنا ماشيين، ربنا يسهل ان شاء الله. برضه يا جدعان الحته دي برضه حلوه اهي، فين الجبل وبعض اهي لما بتعلم فيها سمك، اقسم بالله كانت جميله السنه اللي فاتت. برضه فيها شبره خضراء حلوه. خليكم معانا. في ملف جاي اهو، تمام؟ خليكم معانا. عن الملف اهو، صور هنا الملف اهو.
تعالى الملف الثالث، ثالث ملف. هو ده المكان اللي في اللوكيشن يا جدعان بالظبط، اقسم بالله بتاع امبارح. يلا هننزل نصطاد بقى وربنا يسهل دعواتكم. سلام. بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. النهارده برضو مكان جديد، السلام عليكم. والله العظيم مكان جديد يا جدعان، برضو طريق 30 يونيو والعربيات ماشيه اهي. ماشي، خليكم معانا ان شاء الله يبقى. معانا بصوا يا جدعان، الشغل الاخضر ده بستر على النبي، ده موسيف هي اللي جايبها اه. ان شاء الله حاجه تفرح يعني. والله بصوا يا جدعان، بدا يعلم اللي هو الشغل الاخضر، اقسم بالله ان شاء الله حاجه تفرح. والله ده برضه والله لازم مكان جديد. والله خليكم معانا، 30 يونيو يا جدعان ترى. هو انت بتنزل تحت تلاقي شغل خضراء على طول والله العظيم ورا بعض. اخس على كده العفره. يلا ربنا يرزقك احسن منها.